قبل البدء في الفيديو أريد التنويه فقط، أنها توجد مسابقة. شروط المسابقة أن تشترك في القناة وتفعل الجرس، وأيضا تقوم الشيء المهم أن تقوم بالضغط على لايك لهذا الفيديو، وكذلك تعليق تحفيزي يحفزنا على نشر المزيد. أترككم مع شرحنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة محترف الربح. قبل أن نبدأ الفيديو أريد أن أشكركم على 392 مشترك لهذا القناة. أتمنى أن أقدم لكم محتوى حصري ومحتوى رائع يفيدكم إن شاء الله. اليوم لدينا موقع لتعدين عملة البيتكوين، وهذا الموقع لا يحتاج للإيداع حتى تسحب منه، فقط أنصحك ببعض الإحالات التي تمكنك من السحب إن شاء الله. كما نلاحظ هذا هو الموقع. للتسجيل في الموقع والدخول للموقع نقوم بوضع هنا الأدرس على البيتكوين الخاص بنا، عنوان محفظة البيتكوين الخاصة بنا، وهنا نقوم بوضع الكود البين الذي يمكننا به الدخول إلى الموقع، ويجب أن يكون مكون من 4 أرقام. يجب أن تتذكر تلك 4 أرقام جيدا. كما نلاحظ هذا هو حسابي، قمت بالتسجيل في هذا الموقع البارحة فقط. كما نلاحظ هنا أنا لدي 10782 ساتوشي. كما نلاحظ هنا لدي 2 من الإحالات، هذا هو رابط الإحالة الخاص بك تجده هنا. كما نلاحظ هنا السحوبات التي قام بها الموقع، هذه السحبة قبل 3 دقائق وهذه قبل 7 دقائق. كما نلاحظ الكل يسحب من هذا الموقع. لو ضغطنا على هذه المحفظة ستحولنا على بلوكشين، والدليل أن الموقع صادق. كما نلاحظ تلك كل السحوبات، وكما ذكرت إذ قمنا بالضغط على أي محفظة سيحولنا مباشرة إلى البلوكشين، وهذا دليل قاطع أن الموقع صادق. كما نلاحظ هنا إذ كنت تريد الإيداع في هذا الموقع نقوم فقط بالضغط هنا. كما نلاحظ الحد الأدنى للإيداع وهو 0.1 بيتكوين، والحد الأقصى هو 1.2 بيتكوين. كما نلاحظ في هذه الخطة تقوم بإيداع 0.01 بيتكوين، يعطيك في اليوم 44444 ساتوشي كل يوم، أي يعطيك على هذا الاستثمار 12%. نعود إلى الداشبورد وأريكم طريقة السحب من هذا الموقع. نقوم بالضغط على withdraw. كما نلاحظ الحد الأدنى، يقول الموقع الحد الأدنى وهو 0.006 من عملة البيتكوين. كما نلاحظ البالانس الخاص بي لم يتبقى لي الكثير، وأصل إلى الحد الأدنى وسأسحب من هذا الموقع إن شاء الله. وكما ذكرت أنا قمت بالتسجيل في هذا الموقع البارحة فقط. نعم، هذا هو كل ما في فيديو اليوم. أتمنى أن الفيديو أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا كذلك بزر لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.